ابو رجال شاعر على الاقل منقر 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 على الله توكلنا وشكر القدم قدام ولا يطرق الرجال واجب نعمه على الله توكل مضبوط عرف وش شغله وش شغله مو ابو رجال ما حبينا نعلمه احنا نتعلم منه عارفه عارفه تعال تعال خلنا نسوي اخر مره عشان اثبت انقر عشان عرفت باكل الجو عليك يا بس لا 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 يا. والله لعبك حلو والله والله حلو العب لا الحين ضبطنا الله على الله احنا بالله وش المشكله الخلل عندي وين ما ادري الحين يقول يقول برقبه ايه في خلل ما عرفنا وش هو انا باخذ سياده ابو شايع مع الحلو اقول عندي ما جاك وجهي على الله توكل لا 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 ناخذ اللف الخير عشان نثبت نسوي بيان لا 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 فساجل عاد والله بتشوف والله حلو اي والله حلو والله القم القم يا ولد يا ولد والله والله العظيم خلاص انا ما ابي تعال 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 على قزعي عارفه خلنا محاور اصلا يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا عطنا بيت على السريع خلنا نعوض اللي راح هاي يسعدكم ان شاء الله يا شباب والله نروح صوت التميز ناخذنا فرنا اليوم سوح بدون مواصفات لا عشاء لا ذي ولا ذيك نسال الله السلامه والعافيه الحمد لله الظاهر نهاية برنامج الفقرات زي سفرة رمضان آخر عشر لواء لو بعشر لواء آخر خمس أيام والله اليوم ما رز ما يرجع خلاص عشان العيد قام العال شوارع عملي مي ما من ذا عشان إنه السوارة وكاس دخلنا في البيت وكاس طالعة والناس ما يترد عليك كله مع طرف خشمك أنا عندي مقاضي عيد أنا عم نشتغل الله يجزاك أو تب في أول أيام رمضان شوف كيف السفر أنواع وأشكال تصوير يا جماعه شغل 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 مايك شغل مايك شغال مايك والله والله بالله وات الله انه شغال يا مسلمين حلو ها شغال وطافي كيف بطارية طافي رمضان قبل زي الاوقات هذه قبل رمضان قبل رمضان بشهر زي الاوقات هذه نبي نروح نقضي رمضان عشان رمضان صلاه التراويح احنا بنصوم رمضان سوا انا وياك السنه هذه قبل ما نصوم انا وياك لا بنصوم سوا من بعد معنا كورونا لا نصوم سوا بمكان واحد الله يكفي نشارك ان شاء الله صدق باذن او مثلا نصوم اول 10 ايام مع اهالينا ومن ثم ننتقل الى مكان اخر ونصومه سوا باذن الله ولا تبنا نسافر نصوم برا اشوف ان تغيير الجو في رمضان السفر والله شوف يا تبنا نروح المنطقه بارده نصوم فيها اقل شيء 5 ايام ولا تبنا نسافر برا السعوديه ونصوم هناك لان 5 ايام 10 ايام تغيير جو والله حلو والله حلو بس انا ما تعودت يعني فهد فهد اني اجلس معك جلسه كذا يعني محترمه بدون مشاكل يعني فوش المشكله اللي اليوم يعني ودك يعني متشخص ما شخصت انا والله يا فهد فهد خليني انزله خليني انزله كذا خلاص ابو فهد الله يسعدك الله يسعدك بس يعني عطني طقي وعقالك شيء خلنا نصير زاحف والله شعري يعني شعري مو والله شوي بس طالع فيني شوي لا امرك زين والله الله يسعدك ابو فارس والله انك دائم سباق على العلوم سباق انت سباق انت واخوانك وابوك هذا يعني حكي ها ايش رايك بفقره قولوا فوق التقييم ها فوق النقد فوق النقد والله انه ما هي جايزه لك لي ولا لك لك انت انا ما هي جايزه اللي بعد اعطاك درجه اخذت 1008 كفو كفو كالطيب زايد سابر اخذ في ابراهيم ثلاثة في البورصة 3000 اي بسابر واليوم ما شاء الله 1400 كم؟ 4400 هالدرجة ما تعرف تحسب؟ زين اتمنى له التوفيق لان الكود حق هذا ما تفعل حق خيط الزعفران بالله؟ والله طيب المشكلة هذه من يتحملها؟ من يتحملها ما ادري من يتحملها آه يا ليل اليوم قاعد تبدون عشاء بعض ناس اليوم ماسك مع انانيه نسال الله السلامه والعافيه والله لا يبي كل شيء له بس اي شيء يطرف بيده يا اخي والله انا ملاحظ يا الله تبارك مخلصنا المساج احنا الكرسي حق المساج فهد حق وش حق الظهر واليدين صح
الرجلين ما لها دخل. والله ما لها دخل ستاند. هذا يتحرك اللي عندك ما يتحرك. ما له دخل. هو بس إنه يجي يجلس تحت. بالعامل هو اللي رافض يا عبد الله. خلص الكرسي. خلص من الكرسي. قلت خلص هاني بمسج. اجلس على الكنب. خليه مسج رجليك. أنت خلص. العامل يقول ما المسج كذا ما المسج كذا. أنت تقول صح مدير أنا يجلس هنا لازم. أكيد بيقولي. عامل ما يفهم. قلت يلا بسحب. وأنا خلي لهم المساج. بعدين الكراسي هذه حق الرجول ما في. وين؟ هذا نفس الكرسي ذا ما فيه للرجول ما فيه رجول ما فيه للدعامات. السلام عليكم. السلام عليكم. هذا عبد الله بريدي انا جايب لكم عانيه والمعطي الله سبحانه كان شوي سافر على الصور كان واجب تستاهلون ما تجيب له شوي جار 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 دخل هذا المخواك انت تستاهل انت وياه وانت معنا ما قال والله هذه هذه تطلق لهم بس هذه تطلق لهم كل ليل كله الليل كله وجهه والله حلاوات هذه حلاوات هذه يقول غير حتى الجموم سوق الجموم ما يبيعون هذه ابغى غير الحمد لله الحمد لله عنا بالحمد لله تنشف الضرس والله العظيم انك لو مركب تركيبه تضر ضرس كل ابوها كيف فكره الدين هاي من اول قبل 40 50 سنين امي الله يطول عمرها في العيد تجيب اغراض منهم تراني بعد تربلك اعتراف ونا دقيقه وندخل وناخذ منها ونحط مخابينا ولا صددنا انت وانت ثم تجي الحين اخذتها هو نعم اكو واحد انت اكو واحد انت اكو واحد انت في واحد من اخواني لو تخش امي الاشياء كلها بيطلعها لو من تحت القاع محسن مع هذا صغير بيطلع لو تحفر القاع وتحط فيه كنز عرف وين فيه بعطيك معلومه هذا كان لها ماضي جميل بعطيك معلومه يسلم عطنا اياها عاد مسكك انت كنت تهرج سلام طيب عاد سنه تراني اول اخطيت يوم اني ناديك ابي ناديك صلاه العشاء قلت وين ولد فايزه؟ قلت ابي اغلط وانا وعدتك اني علامك سم طال عمرك وانا وعدتك اني برنامج انت وانا ما علمتك امك فانا اعتذر منك ومن والدتك العزيزه اني ذكرت اسمها هذه انا اقول فايزه ما عندها مشكله انا صادق انا قلت شرف ذكرت الاسم انا تعرف متعود مخبي الاسم اقول ادفع دائما اخبي اول اخطيت وجليت انا اطلب اعتذر الله منك ترى طالبك تسامحني وانت امك وابوك تسامحوني ترى طالبك انت ما غير تمشي وتصيح ضرب عليه الطارف ذا ابو شهاب مش عارف يلا شغلنا تلفزيون متابعنا مسلسل انت ايش قومك اول انت مريض والله انا ما ادري بسم الله عاني جايبنا الجالكسيات والامور الطيبه هذه الله يستر ربي عمر الطيب من هذا يا ربي بعد 10 دقائق ما تلاقينا ما تلقونها فيه في مخباب شيء عندنا والله نحطها في مخباب ولا في الدلوب والله لا اله الا الله كل لا اله الا الله شرهتك علي لقيت كان داخل يوم السبع الحلاوه اللي طلعها من ثوبه الاسود هذا اولا جاي التمييز قبل 3 اسابيع تخبر الحمراء كتابه سوداء قولوا لا اله الا الله شراتكم ممكن ادخل في درقي شيء وخشيت حتى ذاك اليوم اللي جبته سمعت انا خاشه في درقي وجبتها لكم هنا والله انك مثالي وابشروا بالسعاده انك لو تخش دور الضباط انك تتخرج ابشر بالسعاده ودور الصاعقه يا ولد الله يستر حب تخش بيبسي استغفر الله نكررها مرتين يعني دبل عطنا مشروب غازي مشروب غازي لازم طير غازي الصبر لا بجيك بالسالفه حقت المشروب يا عبد الله المشروب زاد مرمى رد في الدولاب حقه جاب اليوم الثاني بيبسي ما شاء الله عليه هذا والله اللي يحب انا فيصل انا او غير ابو الحمد لله طلعت لي ب 1007 كفو اخذت حق الجوال 500 واخذت اتصال 200 بس اسمع واليوم اذا جاك بس والله رقم وجاوب صبري ما جاوبت يدبل الواحد تسحب انت والله وجهك عطى سؤال زايد على 400 ما جاوب زايد طلع احنا نتابع نشوف اعطيك معلومه ترى الشباب يشوفون والله هذا شفنا طيب والله ما شفت باركنا لك حجب احجار يا رب ما شفت ابو شعاب والله ما شفت حجب احجار انت حتى لو شفت انت حتى لو شفت ما فهمت ما فهمت يا شيخ السلام عليكم من اليوم لو نعمتك حبيبي من الناس ردك والله شوف يا حالات امن الرجال يكسرونك كلهم ولا يمدحونك كلهم الضحافه الاسلي بحبها يا ولا سلسه يا سيف لا تشيلها
اما تجيك مدح تديك لحسمه ولا يجيك ضربه توقعك تراب بيحطونك بالقبر ولا احد مدحك تراب تراب بيحطونك بالقبر ولا احد مدحك ابشرك مرام عشان ما ترى تبي احد يمدحك وتقول ما الله يصلحك يا استاذ هذا زمان هذا يا شباب لو اني منك والله اني لاقوم ثم اضرب اضرب لين اضرب يضربني وانا عنده عيال وانا في ذرة ابك والله اللي حطك انت وياه بجيبي والله انت مجنون والله اني اضرب انت زي ورعان انت شر جديد ايش تقول ورع انت صح تحب تسولف انت لحظه وين عند مفلص وجهك قلت شفت لك اسمع انت اللي مفلص يا رجال والله انك مفلص قلت شفت لك زين في حاجه ضلع ولا ما اشدنا صور يا مصور اي كبا هذا اقدر لو جات تحتي ضربتني ما قلت شيء الحصانه تضربنا هو جاي تحتك فهد هو جاي تحتك يا فهد علومك انت اللزقه مضبوطه على جرحك هذا هو جديد هذا هو جديد ها شوف شوف خليني اقول لك يا دي هذا هو جديد غير الاول اللي وصل بارع شوف الله لا يشفع الله لا يشفع الله لا يشفع جاي الله لا يشفع جاي الله لا يشفع جاي ايش سولف معي يا رجال انا اعرف هذا ثوبك الاول الجديد لا لا بدنا تبع اي وحده انا خايف على ثوبه لا يمدي الله يرحم والديك عشان نعدل بينك برد عليك انت ونعم لا 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 شوف شوف زايد زايد شوف بالله ما شفته ولد سيف لا مو هذا مو اللي هلا بالله قمتك والله اني بشوف هات فنجان ابى اقوم اشوف يوتيوب تشوف قسم بالله اني اتكلم جد يا ابى ادري اتكلم جد ما بشوف الذهب ما فيها شيء ها فرد يا اخوي خلاص ابى اشوف يا اخي اذا كويسه بطلع افصل منك بيضا شكله منين افصله ابو فهد بليز يا ابو فهد بليز اي ونت سي يو لا انا ايش مني بقوم لا بغيت اروح يعني انا بغيت اروح كلامك طيب انت اللي انت شو مفلص ها ماني شاد اقول الدمه بشوف ثوبك طيب اذا كويسه بطلع هنا افصل بالله والله اني صاير يا ربع هلا قوينا والله العظيم تشبل سيف عشان ناخذ نقتصر الوقت قبل الدير امانه تشبل سيف الا تشبل سيف مستواك طايح ترفع مع من القطات ما حل وجه جيبك مدرس خصوصي قم خلينا نشوف ثوب والعلوم بس تريدون ساك طيب بشرك بس انت ليش تلبس كاب بدهم يشوفوني يا ولد صدق ليش تلبس اذا ما عندك البس طياره يجي انا ويني انا غادي من خلاص زين طيب ايش مازال عندي البس كاب قال لي تلبس كاب البس حزب انا غير فلذلك الغتره الحين لا انت الحين لابس اذا قلت كذا ترى ما حد يدري عليك كاب البس زين ابغى كذا لا تلبس راسك ولا راسك هذا كاب مش من مانع برميته هذا كاب محمد والله ما تشوف راسك ايش في ذمتك قصي شكله اربع راسك شكلي غلط ولا لا اصبر يا بسكوت ابو ولد اصبر الله يبيض وجهك يا باباي زين ما قلت زين ما قلت اني مع باباي ما شاء الله تبارك الله كذا مبدع كذا مبدع لا اله الا الله الله يخلي لك ذلك مزين وجهك الله يسعدكم الله يسعدكم يرزقكم طول عمركم خليكم الله يجعل بالعافيه ابو شايب ليش احس انك كذا يا رجل راجي ترى قال ايش قال كامل يا اخوي ايه ما طلعنا برا انا هذه مكعومه مكعومه قبل 24 ساعه فيها والحين كعبناها كعبه كئيبه يعني ايش اللي يرجع يا رب مطر يا كريم لا الكهرباء لا لا القصيم امس مطر القصيم امس كلها امطار يا سلام اي والله كيف درج يا حلو ترى جاني خبر ابكن احلى الحين ترى تطورنا في جوالات فيه ماك صوت اي اخبار الربع مرنا مشكلتي مشكله ليه كلنا يمكن يكون معنا جولات الا فهد خلاص فهد بارع حطيت امي في وجهي قلت والله العظيم ما عاد اقربه عز الله يا شيخه اي والله العظيم ليس مع جوال يا شيخه تدخل هنا عند باب الاداره بعصا طلعوا لي يا ريت يا ضارب انا ابكم ما تخش بعصا ما يفك شنطه تلقى فرد طرد علينا مزح هذا عندهم ريله عادي عادة فالبر تعال كب تكسر رجل حالك تضحك والله ما في الا هو شاور ثنين سلطان وش اسمه سلطان لطيف خالد كلهم ناس يعني راقين فعلا هو راقي والله ونعم والله راقي بس جلف شوي والله من الدفاع سلطان يا ولد راقي والله من الدفاع متهندم متحدث مقبول نعم. سبحان الله اعطاه القبول انا اشهد ما هو بدا اعوذ بالله خالد انسان لبق كلهم انا لا لا انا اكلمك اللي تدخلت معه رزان انا اكلمك عن اللي تدخلت معه مع سلطان خالد خالد جانا مره وكلمته مره وراسلني مره بس دخلت مع سلطان اكبر منك ذاك والله شويتي ان شاء الله عاد اكبر منك يعني مبعثر عمرك فهد عطه
شهر 9 و10 و11 عيد الاضحى ما تعرفون فهد بارع ايه عيد الاضحى اقسم بالله اني اكل الجوع على الجميع يعيش فهد بارع ايش الله يستر على المود يقول انت جلست 10 دقائق خطيت لا تخت وتعود هذا المود يقول لا تخت وتعود رجال عندي مودم مودم اللي ما عنده الشعب ما ابغى اذكر كمينك في الاعداد تقول لا تخت قر قر انا باخذ تعود ابرر خت تعود عبد الله الروقي انت رحت شخصت جديد صح؟ عبد الله الروقي عديت عبد الله عديت عبد الله الروقي من اخواني ولا شن اخوة العتبان مشرية كوف كوف تعال والحروب والله مشرية هذه الحروب اكبر من جسمي هلا هلا هل سالك لا لخك على اذنك تعال تعال حروب وش جيب جيب شيء حرب الدول جيب شيء حط حاجه حط رشيد حط رشيد شيء بسيط يا طيب والله انت تعطيني شيء والله حرب الدول لا من تعلو غيرها غيرها بنيشر 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 والله انت تعطيني قصر جبال الكون فارونا في الحال تا تا قرون بني جهر على الطيب والطالة لا بكل الضد ولا الضامي يا رجيم عند الزمان هذا الحين الله يحفظ في واحد مسخن بالعلاج البارح يشتكي من شبحته مقطوعه تدري ايش تقطع شباحه يقول كذا فصعب ما يلقى سبعه قد يا بلا جنزير لا والله يا بلا يا بلا واحد جنزير 24 حق رامبو اندونيسيا ما عاد فيها له والله هذا زين طيب الله لا يبلان ولا يحطوا لنا في السبعه سلم تدري انه يغير الجوال بشهر ثلاث الى اربع مرات لا تدمي لا سيف فهد يغير جواله ثلاث اربع عمرك شفت جوال ايفون سيف عادي ياخذون الايباد ينعفط عمرك شفت جوال ايفون ينعفط اذا مسكه قال كذا قال كذا لاي تدري سيف صابع الجوال ما هو على الجوال تدري الحروف الحروف خش تدري سيف اثر يوخر الحرف الياء والراء تدري سيف من طول يده كيف يمسوي زي كذا يمسك زي كذا ترى يد التلوع على كل رجلك تمشي عميق بالله والله حلو يا حي يا حي سالفتك بس وانها جازي احنا مسوي زي كذا احنا انه من طول يده من طول تجي من تحت خصوصا اذا جابها بسرعه لا تعطيني اسم لا شكرا قررت اشبيك العقاب شكرا الوحيد اللي حالي للعقاب انت شكرا 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 العقاب ولا العقاب؟ العقاب عقاب الطيب شيل الحرب شيل الحرب وبقول لك صح مدري 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 شيل حطه حطه بنقطتين طيبه جات من عندي تعال تعال الله المستعان زايد حافظ العمل البارح قلت انت ورنس ها حافظه وشو عملك انت ورنس والله ما حافظنا الا عده ما سمعت خلي يشغلونه لنا امس شغله مره واحده شيل كل الكلام هذا يا طيب الزبد ان المكان ذا يجيب الضيقه ما ادري من فهد فارع ولا من الضيقه من وجهك المظلم هو شطر اللي حافظه هو شطر دايما تالي يعصي ردها هذا يقول لا تجيني ودي اطلع يا ولد ودي اروح يسلم عليك قم بشوف ثوب من اول الكلام يا ولد فارع اتفق فيك اسمعت على هذا بقوم والله بروح شوي هلا قول يا ابو سعد تبون سير قديم الليل والهاجس بحر وامواج منكوبه على شاطئه يطغليها سفوق احلى مبانيها يا قلبي ما شعد كولا اشتقيت بكل ربوبة على شاطئه يطغلي ياس فوق أحلام بانيها علمني فيها البارح قبل تجيب بغيت أضربه كان قصيدة قال لي قلت له ليش توك تجيبها قال توني أطبعها من قبل ترى قصيدة تقدمها من أول قصيدة تقدمها نفسك صراحة قصيدة إنها ضخمة يجي منها ملكية عبد العزيز مشكلته شكل واضح إنه ما تعود على الكاميرات مرة يا حياة ومتردد فقط ولا والله إنه يا رجي والله شفته سبحان الله الإعلام يا حضور بتجلي يا غياب قوي والله جاني مرة فترة في تويتر إني حتى تكاسل أصور قصيدتي فيديو أنزلها كتابة طقها في تويتر طقها في سناب إنستغرام تويتر إنستغرام واتساب يجيك بعض الأوقات يجيك ملل حتى بثور. أكتب النص ونزله إيوه سيف فهد وروح لهم وين السبحة اللي البارح يا سيف خذاها والله ركلم لها خذاها والبارح أقول لك بيها تقول لي لا وغليت علي أنا أمون عليك كل ركال ما أمون عليه حلو هذا ما بعذر ما بعذر لا بس واهي خلاص تجاوز مرحله التعامل مع صار جميل مقدمين
ما بقدر اسيف ما بقدر عزرنا حلت طقته في ربك اخيرا شفت ثوبك سيف حلت ثوبك ثوبك ليش يستفز فادي اطلع هنا انا شباب عشان ما ينضرون قم عبد الرشيد يا فريدي قفل بالمفتاح وكل المفتاح في وجه فهد في وجه منيره اروح المشكله مشكلة 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 حداد الله يرحمه الله يرحمه الذيب على طريق عليكم السلام حلت ورب البيت انها حلت سبحان اللي فكك يا ويلك يا فهد وما قلتها حق نديم الليل موحيك والله ما نبحفظها حفظها يا ابو شاي اعطيتها منها وبيتها ابو شاي حتى زايد ما هو حافظه حتى انا ما انت محافظني عطني النفيش الله يجزاك خير نفيش نفيش عيال لا 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 عند البل عز الله حقيت بالنومان عز الله انك مشكلة ذو اسمع مشكلة الدولة ثلاث ريال عند بالنومان وثلاث ريال عند ابو علي ابو علي ما ابو شاي ابو شاي على قلبي مدعث العرق ابو شاي عندك على قلبي الله اني احبك انا ما بحافظ غير ابو شاي هذا الشب هذا والله طال عمرك عبد الله عسل بالحقتك ابو مكان انا بقول ابو علي تقول مدعث ابو علي ولك صورهم بعلي اول شيء يا ولد نزال ما قلت الشبس ولا قلت شيء قلت هاتني هذا وانا لقيت هذا خلاص انا تقدر فيها تواجهها انا اقدر الامور وانا ما اقدر انا اقدر اواجهها عندي انت ما قلتها تخطي علي صح؟ ليش ما تعترف طيب؟ ليش ما تعيش الليله؟ ليش ما والله ما انت تقول عندنا قلت له نفيش عندنا وبعناه شبس ما في قالها عندكم نفيش نفيش وش والله بعناه نفيش 24 انا كذا اسم فكاهي لا لا ما لي دخل فكاهي ولا مو فكاهي الشمس بس انت صح ولا مزاين لا مو لا دويه وش هالشيء؟ ما راح تكتب لي قصيدة الحين صح؟ كيف طريقتها؟ ها يا أبو عبد العزيز؟ ما راح تعطيني قصيدة؟ إذا سمح أبو لحظة لحظة دقيقة أبو كان اسمع لي ريحة ما سمعت لي فترة جديدة اسمع ريحة؟ هلا بجي أنا اسمع إن شاء الله لا قوة إلا بالله شو ما شاء الله؟ أول الشباب جمارك فاتحة باب تضيفه الجملة يلعب لي على الوتر يقول كل جمارك فاتح باب توظيف خله خله عبد الله فريدي خله دبات البعض ما قال لها رد عبد الله عبد الله عبد الله فريدي من هذا المنبر يقول عبد الله فريدي سميج سميج والله نسي وي بني علق على سميج كذا انت الله لا عبد الله شفت ابعدك النتائج ابعدك النتائج ابعدك النتائج انا 10 8 على سيف على كيفك وقف وقف على كيفك 1 لورنس متى جد انت على كيفك 2 انا ورنس 1-0 عثمان الجنيبي علي عبد الله فريدي 2-0 لي ايوه اللي اول واللي اول يا اخوي خرجت يا منك بعلك شاهي انا دايما تجيني تقوم تقول كذا وانا اقول كذا اسحب عليك ها ما حسبت 2-1 قلت فهد فهد اول صار على ايش فهد فايز بكل المنافسات فهد انسان عظيم يا رجال فهد بارع فاز باكثر واحد ياكل بطل والله لا رده والله ولكن عجل اقوم عنه عندي لكم طلب يا شباب إذا أحد ضربك بقرية مزح معك لا تردها على طول صح ردها بكرة بعد صح صح سمع ولا سوي ولا سوي صابة مثل صابتي ما قدرت ترد أصلا أنت عبد الله فريد أنا شفتك أرخم واحد علي بالملايين كلامك خلني هرج خلني هرج اسمع تبرير يا أبو أبو يا أبو أبو شو اسمك أنت أبو يا أبو عطني شيء ترى هذا عشان ما أقوم عليها أطفي أبو مالح والله إني أرخم واحد اصلا كلنا عام تعرف اننا كلبون نحسب حسابك بس يوم من كثر ما حسب حسابك جاب في ذراك من البدايه قال انا معك انا اشيل عنك انا احط واشيل يا الرخمه يا الباسره يا الباسره يا الجبان يا الخساره يا الجبان ورا ما تجلى مثل سيف فهد وتحدى ثوبك جديد لا والله ما بجديد يعني وكل اللي عندي يرخص لكم يا ابو عندكم شمندر ولا اجيب والله اجيبه والله اجيبه لا 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 والله اجيب الصوص امسك لا لا والله لا والله اجيب الصوص لا والله حط لي شويه هنا ما اقدر والله والله تحط شويه هنا اذا جيت تسوي جري لا حط شويه هنا يا ابو بارع اسمع اجلس خليني برد اسمع الرجيل حرار الرجيل اللي كفه ما تصافح رامسه ماشي حرام ما تلقاه صافح ماشي حامص ما البارح يا رجيل انا حمص ما تلقاه خبز البارح انا محمد العبيان ابى اقول له عمي مشت سعر مجنونه 5 مرات كلج فيها عمي شمضر مشموش مشمومه عمشه طب عمشه بعطيك البدايه جيت انا وفهد بارع تصارعنا هنا تحت البث الفجر كنا يذكرها اذكرها الساعه كم؟ تعادلنا ما حد فاز حلو متى ذا يوم في البزنس؟ يوم 20 شوف شوف من بدايه البزنس معطيه السمع والطاعه ايوه واصل؟ لا لا قلنا كل طقطق على العيال ضربهم كلهم بتساك انت الظاهر انا ما عرفني انا ما بتسي عرفني بارع يا حلو طال الرزقي يبتسي ولا يضحك
وانتم كلكم جلستم قمت انا قلت تعالوا وربطت ثوبي طول عمر تضاربت انا والرجال هنا وتعادلنا ما حد طاح تعادلنا قسم بالله اتحداه ينكلها يعني كانك تقول من يا ريديل انتم تعرفون في الافلام الانجليزيه ولكن انا من المصارع هذاك الدب من راح اللي بغر سكسوك او شيء بقشو بقشو وهذا الفريدي الباكستاني اللي شارك مره مدي مرتين خليل خليل. ها؟ خليل خليل بالله خليل بقشو تفوزي على بقشو يا خليل طيب خليني اهرس انت يا خليل يا خليل يا خليل اتق الله يا خليل اتق الله يا خليل خليل يا خليل اسمع انا بهيمنتي وسيطرتي هذه سيمج عبد الله فريد رغم تقييم رشا عبد العزيز على راسي انا قررت اروح انسحب بقشو ليش ليش توم فورد يعني بعد ما شاء الله الله يمتع بالصحة والعافية متعافي الله لا يمتع بالصحة والعافية الله لا يمتع بالصحة والعافية أنا الهيمنة والسيطرة هذه رغم هيمنة حق داعي حرب يعني قلة الإمكانيات زلزلة كسر بالكتف كسرين بالكتف سيطرة سيطرة شفت عبد الله فريد أنا وياك تالفين عبد الله فريد والله نتعافي والله تالفين بس رغم هذا أحاول عبد الله عبد الله أنت ركبت سامورة هنية ها وين على سوامي أنا وياك والله مشيب يا عبد الله شرايح عبد الله كيف يا طيب سؤال ما حصل حتصير تدري إنك راح تفشل او راح في المواجهه اصمم ما في مشكله انا حدث بيني وبين فهد خلاف اليوم فهد بارع صملت صح انه لعب فيني هنا واكلت تراب بس تطلع بنشوه انتصار اي بس يعني اليوم فهد بارع ايش قال لي قلت الصباح ما ادري قلت تمنيت مشاري يا عمر تمنيت انك معي عبد الله فريدي والله اعطاه جسم ونبره ونبره بس قلت انت تجيني وشي تجيني دجره الله يلعن انت دجره معي اليوم الحمد لله انا اقول يقول حضرتك انت معي اليوم بالفعاليات حقت الصيف اللي الصباح قول لو انك معي كان يعني قومنا منتج طيب انت ما انت بحاضر انت رجال حكي انا اجتمعت فيه انا وسيف وعبد الله كيرعاني ومن الرابع بس لا يا حبيبي معنا واحد لا انا وياك بس وعبد الله كيرعاني انا ورنس وانت وعبد الله كيرعاني هو راقد هنا ما يعطينا وجه طيب كنا حنا بنعطيك السمع والطاعه حنا ما حنا بقدك حنا خلنا للتفريق للفواصل حقتك نبي نجيب لك بلالية نعبيها لك ما ونشيلها في مخابينا واللي تشتهي تحذفه ناده وخذ من مخباه بلونة واصقع فيها وقل له روح ما عندك مشكلة فكنا من الشطة والثلاجة واخلص علينا ثيابنا ما هي بواجد وعندنا فقرات والموصلة ما هي خلانا خلاص قال خلصتوا قال خلصتوا كني اخذنا حوالي نص ساعة وعدناه قلنا نبي نجيب لك واللي تباه من الشباب تبي تضرب النادي احنا يعني عشان ما ننسى قدمنا له تسهيلات وايد اخر شيء قال خلاص قلني قال قوموا قوموا نضربكم بالعصا ويعود يرقد هذا تقليل من فهد بارع اذا 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 سويتم الكلام هذا معه وطبقه لان هو يضرب ويقدح من راسه ما تجيها انت بلونك وحصاتك معك تقول خذها واضربني فيها هذه وشي سكانه منكم وضعافين السكانه ضعيفين خالص اذا سواها اكبر سكني صار مسكين وضعيف انت اكبر سكني من 20 يوم اقل حاجه احنا في احنا بنطلع من البرامج في اصابات انت ما في اصابات ما في اصابات انت مسكين انا مسكين مساكن انا روق احمد ساكني ساكني الوحيد اللي اكتشفته الوحيد اللي اكتشفته ما حسب حساب الفايز فارح يا العارضي الوحيد اللي ما حسب حساب الفايز فارح مبروك ابو احمد عوض طول مبروك عبد الله الله يبارك فيك قلبي عقباكم ان شاء الله بكل شيء يعني والله مبروك ابو عوض ما عاد باقي الا واحد ما عاد باقي الا واحد اي شوف انت قبل شوي معورك مع الوسطي منك تصيح من هنا ورجلك الثاني تدري هذا وش هنا سبحان الله تدري الموضوع شنو انا عنك المساج المساج الحين اثري سبحان الله بطن الرجل عزكم الله فيها كل شيء كيو فيها العين وفيها القبة الخشم فيها القب يا ولد العروق ما هو فيها عين شبه هو مع الوسطي هذا قولون يعني يقول شبه قولون شبه دل خلاص قايلون مالك عوالي يعني في امكانيه يعني شبه والله مخك غلوتك شبه والله مخك عند العوض شبه عند العوض عند العوض بما انك تملك حجام الاسود هل تستطيع ان تكسر هيبه وفرعنه فهد فارع اخشبه وانت تجي بما انك تملك حجام الاسود هو شايف الامان فهد فارع وش الحجام الاسود العلم قال فهد فارع إذا ما خشيته أنا يا أحمد أو خشيته يا رجال حباً وتقديراً لن أخشاه هيبة وشجاعة لأن فهد فارع أن تبي تجيه من الشجاعة كفو الله أكبر عليك إيش ما قلت برتيه ترتبت عليها أيوة الله أكبر عليك اسمع لأن فهد فارع والله لو أني منك صراحة إذا مثلاً تبي تتجاهل انك تقول انك تقدر تربطه مثلا من شجاعته يعني خلي ولد مثلا مثال اعطيك تربطه هذه ما تربطه مش من قوه ايه؟ انا ماني مرتاح اسمع اسمع ماني مرتاح لها هذه قويه هذه مربطه هذه مرتاح لها اسمع كلمه تربطه هو قال شوف ترى يحب يسوي مساج في هذه تدري وش هو قال امامك فهد والله ولا هزورا ولا بهتان
كرما وهيبة ورجولة. أعطيكم معلومة تونسكم، لأنه ولد فارع وفارع على كل خير. أعطيكم معلومة تونسكم نجوم البزنس. خشمك نجوم البزنس. أبو عوض عندي معلومة حلوة. خذ راحتك. كلكم بتفوزون بالمركز الأول إن شاء الله. كلكم ترين. جاب دعوة المتصلة اليوم. قاعد. سالهم المركز الأول كله. ما عاد. فممكن الإعلان راح يكون. ألف مبروك نجوم البزنس المركز الأول. عبد الله الأول هلا يا شابر الأول هلا. لا لا زي زي. يا مسكين. ما فهمتوا قصدي. ما فهمتوا. فهد كلكم مترين. الثاني بالليل. الثاني بالليل. بالليل. بالليل فوز المركز الثاني. بالليل مبزوط ما يداوم الصبح ما يجي فقرات ما يحضر. والله. أبو بكر يصحب رايح لليمن. خلوني أفهمكم ولا لا. فكري أبوه ميت. الله يرحمه. الله يرحمه. جاء عزو واجهته. أنا قبله. في ناس إذا سولف تلقى بساط ورنس إذا سولف يلقى. والله اني احبت وقاف مسكين راح انت كنت فايت فايت ما حل مشكلتك والله قسم بالله كلهم واقفين كذا مدعين ونذر ان حزن طح يا ولد روق راح كلنا في هذا من يوم ما راح بن حميد هذا بن تعال تعال جات ولا ما جات تعال انا اجيب لك انا اجيب لك انا اجيب لك بس تعال انت انت ترضى على انا بس ديلي ما 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 يوين ولا دائما ابو عوض والله العظيم انك تستاهل وانك كينج انك بطل ما سيمج يا احمد عوض لا ما احمد كل يوم يزيد حلا حلا ما سيمج ما سيمج عيف تستاهل والله شجي تنبد فينا يا شيخ اللي عرفت عليك يا عبد العزيز اي والله الربع ابو عبد العزيز مصادر التميز حقتكم بالليل ستاندر ستاندر مره ما هي بالكامل لا فيها ليش؟ ما فيها فتحه حق ما فيها حلا ولا زينون ما فيها حلا بس حلا ما فيها غير القيل انا اقول والقزاز هواء اسمع راح عود علي تقاوم من عندنا انا اقول لك حاجه انا اقول لك حاجه مين؟ ابو شايع من هو؟ اقول لك حاجه الله صارت التميز طول عمر ما فيها زي شيء حاجه الا حاجه واحده شكلها ها؟ شكرا ما اخذت شيء في انقاذ وفي اسهم بعد الاسهم هي هي الاسهم والانقاذ إيه اذا ما اخذت اسهم ما اخذت ابو سحاب راح يتم سجن ظلاك الحمد لله لا عودت بلف وشبع الحمد لله كم دخلت فيه انت؟ كم طلعت فيه؟ على واحد انت كم؟ بلف وشبع تدخل على الاسبوع ذا ولا تدخل على الاسبوع الثاني؟ لا في الاسبوع ذا كويس والله اني والله اني تشرطي ابو شايع والله اني والله اني الله يذكرك بالخير يا مشاري عمر الله يستر عليه عمر اللي شفته مليون شجره تذكرت يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 مجلس الشياب برعايه مليون شجره متى هذه الفقرة بتدي ساعة كم؟ عشر؟ فقرة ايش؟ هي في بداية البرنامج كانت تبدأ عشرة وفي نص البرنامج صارت تبدأ 11 بداية البرنامج ساعة واحدة ما بقي غير ابراهيم ذا الأسبوع الجاي بس سليم يجي اليوم ثم العقبة ثاني مرة فخلاص بس والله يا أخي الكاركتر الأسبوع اللي راح نزين امحك يعني غطى ولا الظرف حق وليد؟ وليد صار عنده ظرف ابراهيم حادث وغطوه صح والله. ايه 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 طبعا طلع معه فيصل انا اقول انا اقول لهم حقه الهنود حقه الهنود ما جزت لي فكره لازم فكره اوه فكره جديده بس انا فكره سامد اندرتيكر يا لا لا يا ليالي كلا وين مع احترامي للقائمين على يهوى شيني الفقرة هذه صار تميز لا دينما اقول دينما ضرورية دينما بنت البراين اذا ما في دينما ما في براين ها انا اقول بنت البراين فكرة ما جازت لي كسك الكاركترات ايه لازم كاركترات اي لازم انت هي لازم بس انا ارجك يعني الافكار اللي قبل حلوه الا ما بكل الاشياء نفس المستوى لازم في شيء التنويع ما يخلي المستوى قوي كله لا اللي ما هي بزينه حقتهم يقول خلينا نتكلم في التايمر
اذا انت إيه؟ التايمر انت ما تكلمت هذا اللي ما حقت انه مريض نفسي فكره جديده بس يعني يا اخي ما تدري فكره جديده بالعكس تكلم تكلم فكره تكلم جديدة. انت معك ولا ما تكلم لا ما تكلم معي بدل انا اتكلم معي على طول وفصلها الثانيه 45 قال لي روح انا لعب معي قجو الثانيه 45 جابوا النغمه حقتها لعب معي انا ما ادري ايش قال قال خلاص انديل اما ايه هم طلعت مرجعوني نام قال خلاص تعالوا ارجع اي هي هي صار لا ما انت بديل معي بس ما عاد تدري ما عاد الافرح هذه انديل بعد ما انت بديل ما عاد تدري وشنو انت اكتشفت اول برايمين هي اللي كانت اعظم فرحه فيها اول كاركترين وشنو الكاركتر الاول؟ حقت جلسات الفنان لا تلاحظ اني سويته قدام لاحظ 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 يعطي لي كات يعطي لي كات يلا 10 في 9 على كيف انت من مقالك زدت اثنين متى زدت اثنين متى؟ متى؟ اللي اوله على مو على كيف واللي في المسجد اللي اوله ما مديت 10 9 يا حلوك بس ترى ما بنهيها معك بسرعه لا متى؟ يعني اسبوع ان شاء الله كنك انت اللي اول برايمين اللي كان فيها اللي تنهي وتبدا وتعيش حياتك برايمين. اول برايمين فرحه قويه بعد الحين في فرحات بس خلاص تبلد عندك ومن تذبح اول فرحه اول يوم سووا الحلقه الثالثه سووها الامسيه تخبرها فنانين وعندك فنان وكذا لان الحضور كان بارد فتطلع بارد حقت الكراتين قويه اول واحده حقت الكراتين هي المجنونه يا قوة حقت الكراتين دخل حقت الكراتين مجنون اكيد اول بداية فقرات تصير فكرتها قوية لا انا كنت اتابع ابراهيم في برامج سابقة كانت الديلما عنده جبارة او البراين لكن الكلام على الفكرة هو لازم يجدد راح انا من الافكار ولا تعرضك بابدي من الافكار انه يجي ما عنده كاركتر يجلس معك عادي جلسة ريالتي سوالف طيب سوالف كفو خلاص طيب انت ترك ديلما متى سواها ذي؟ انا اقول لك يقدر يسويها كتجديد هو ذاك اليوم حق سالفه ريان ريان سواها الله يرحمه يرحم جماعه جلس وهرج وغطى الحدث بعدين قال ترى الديل فلان وفلان وفلان خلاص راح لان في حدث يعني كبير طيب انا اقول لك هو من الافكار انه ما يسوي كاركتر طيب انا وسيف يوم دخلنا عليه فحقت الكراتين ذكرها اي انا وياك انت رجعت وانا دخلت ديلما هذيك لعب في حسبة عبد الرحمن غالب. ايه جاء قبلنا وتكة وجيت انا ومعمن مع انا واحد جينا من بعض والله ما ادري من هو. سلمان لا. سلمان كان معنا. لا. طيب عبد الرحمن غالب قاعد من اول سلمان دخل بالكرتون شله. جاب قبل اخر اربعة. ها؟ وجلس سلمان دخل بالكرتون شله. الله يذكرهم بالخير. الله يذكرهم بالخير، كل شخص انطلع. يا رب أزبد إن جلسة هنية أزبد جلسة هنية نوم نوم فتوم برا ما فيه برا ما فيه سيف أترب عرش قلبك أتمكن قبلهم حاوط وسور المدينة وأحبسوا قلبي رهينة بتحرر ما جزت لك؟ لا لا كل شيء يجوز لي ايه جيت بسكن قصر حبك يا سلام اتربع عرش قلبك اتمكن قبلهم حاوطوا سور المدينة واحبسوا قلبي رهينة مكفوني شرهم كبلوني بالسلاسل ومنعوا قلبي يواصل بتحرر منهم حاوطوني بالفحارس ظنهم بكون يائس خيب الله ظنهم كبلوني بالسلاسل ومنعوا قلبي يواصل بتحرر منهم حاوطوني بالفحارس ظنهم بكون ياس خيب الله ظنهم لجيت بسكن قصر حبك واتربع عرش قلبك واتمكن قبلهم حاوطوا سور المدينة أبي هنيتي تكفى
لا 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 يا حلوة حلوة والله يا غنيت لي إياها مرة كان إحساسك موت عجزت أنساها منك غنيتها عجزت أنساها أصابك أنت عنك مطافين يا الربع قم صح صح شوف أنت أصابك يا مانك أصابك عشق الأمر ميتك أسومي فما هذه إلا سجية مغرمي على فسقني كاسا وغني ذكر سليمة والكمان ونغمي أيا داعيا ذكر العامري جاية أغار عليها من فم المتكلم أغار عليها من ثيابها إذا لبستها فوق جسم منعم أغار عليها من أبيها وأمها يا سلام إذا حدثها بالكلام المغمغم وأحسد كاسة تقبل ثغرها إذا وضعتها موضع اللثم في الفم ليل يا ليل ليل يا ليل ليل خلاص انت؟ انت بدون قص قلتها كامل عبد الروقي في غرفة نوم هناك تقدر تنام فيها شكلك بايخ كذا ولد عبد الله يوم تغطى بفراشي أحسن أحسن شغل مكيف عليكم حر يا شباب عليكم حر طيب طيب كذا احس الوضع مره يعني في 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 لو يعني في في طيب خلص بالنفع علي ايش رايك يلا اسمع ابى اجيب ورقه وبسوي لك سحر روح دوس سحر والله العظيم اللي يلخمك لخمه ماجيك ماجيك قل ماجيك ماجيك ما ادري شنو ماجيك لكن يلا ماجيك اثق فيك انا يا عبد الله نزال انت تثق فيني اوكي انا اثق فيك شو يقول يا ابو عزوز يا نديم الليل الهاجس بحر وامواج منكوبه سلام على شطيه يطغي الياس فوق احلام بانيها ايها الله يجعل صح لسانك والله من اقوى القصايد يا ابو عزوز الله يطول بعمرك يا ابو بخيل انت بخيل علينا بخيل علينا بشعرك مسوي لي فيها مستحي مسوي ما عندك قصيد وانت مليان انا اسميك من اليوم ورايح اطلق عليك لقب الشاعر المليان الله شيل الليله زحاب لقبته بلقب ثقيل وانت قد يا ابو سلطيب بلقم مشكله والمشكله هذه بسيطه ومحلوله مشكله والمشكله بسيطه ومحلوله ان كان ما لبستك ثياب الغيره مثل لبسك انا اللي اول داخل دولابي لقى كل عطوراتي وكل اغراضي طال عمرك كريمات كلها طايحه الله لا يسامح الله لا يسامح اللهم يا اخي تعال استاذ والله تاخذ كل شيء تبي اما تفتح زي كذا تخليه مفتوح تقول بقاله وش العلم يا ولد يقول تكن الدكان مسروق دولابي دولاب سيف مفتوح يا ولد بس يا ولد امس الله يهديك يا ولد خرب اغراض يا ولد امس انا احسب انك يوم تقول بيجيب ورقه احسب انها ورقه دفتر وقلم لا عندك ماجيك يعني يا حلوة ورقة مبطي عنها والله الليلة الليلة من العب أتوه فيصل يقول خلنا العب فيصل عزاني بس حابت بنا العب ها؟ رجيل ليش برا ما يشغلون عبد الله بالله في اتفاق بيني وبينك لا والله ما اختار ورقة من الأوراق ذي ولا تعلمني إياها شني يلا اختار اختار واحدة شني سبعة شرية ثمانية شرية تسعة شرية على حسب يعني. شايب هاس لا تعلمني يا بعد ما انت تقول اي بس اعرف وش هو يعني الزات يلا اختار
اخبص. علمني بأي مجموعة هذه. علمني أي مجموعة هذه. حتندم يا جميل. زايد تبي نلعب بلوت؟ خل فيصل يجي بالله صوت لك قبل ما نلعب ورقة. علمني أي مجموعة هذه. هذا دوختني. من يحسب عذابك. صح عليك خمود نجم اليوم برد وهواء بالله شلون طيب شلون شلون عطني 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 باقي ورقة صح والله انها حلوة دي هذه اعرفها من المبطي طيب اختار وش ما افتح بعد يلا خذ طلع لا ترني يا من سنة كيف تسلي تتخبص وفي الأحشاء يا هلا في كل وافي وكل من لقلب صافي هلا فيكم تزين القوافي يا هلا البزنس كفو